قبل معالي الوزير اللهم السيد الخير الدكتور اشرف العربي ومجموعه العمل اللي كانت موجوده معاه الدكتوره ديهان مغربل والى اخره، حول مقومات معينه وعناصر معينه وحطوا لها سقف زمني 2030. لما اقرن اي تطور او اي فعل او اي ممارسه بتاريخ، اذا فهذا التاريخ يجب ان يكون مقرونا بمراحل. يعني لما اقول 2030 يبقى انا النهارده لو طرحتها في 2016 او 2015 بقى لابد ان انا النهارده 2016 يبقى عندي اكشن 2017 18 19 يبقى عندي مؤشرات قياس، والا اكون انا بعمل شو اعلامي وبرزنتيشن لطيفه ونيجي نقعد مع بعض ونروح والبرلمان ونتكلم ما يكونش عندنا اي اداه لاداه المتابعه المفترض تكون. الحقيقه 2030 بيجرى عليها الان بعض التحديثات. في نقاش بيتم جوه البرلمان وخارج البرلمان وفي الحكومه حول يعني بعض التعديلات. الجزء اللي اتعمل في البرلمان تحدثت وقلت